تعاطيه 4 دريال، 4 دريال، وبغيت دابزو مع الله. وأنا أستحضر المغرب وكيفية التعامل مع المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنابر، أتذكر سلسلة من التوقيفات لعلماء أجلاء في هذا البلد. طيب والإحداثية ديال وزارة الأوقاف هذا الشيء اللي لم تتكلم خطيب بنص كلمة، توقفه بشكل متناقض مع ما يمكن أن تدعو إليه في لحظات أخرى. أحمد التوفيق وزير الأوقاف كيوقف واحد الخطيب ديال الجمهور. اليوم حينما أقارن أوضاع المساجد المغربية مع المسجد في هذا البلد عبر التاريخ، أقول واحد صرتا. غنيتي الحبس، حضرتي الندوة علمية، استفسارات 103 القضاة، قلتي رأي تشطيب. انت تقول لي انت اللي دويتي في السياسة، وواحد اخر غتقول لي انت علاش ما دويتيش مثلا على الايامات ديال الانتخابات واقحام السياسه في الدين كان ديالي، كتقول لي لا انت دويتي على القضيه الفلسطينيه غادي نوقفوك حيت اقحمت السياسه في كذا، وغلقاو باللي الا ما دويتيش الا ما التزمتيش بالخطبه الموحده ديال المسيره مثلا الخضراء ولا ذكرى الاستقلال غادي نوقفوك. اذا الكيل بميكيالين راه ما خدامش. وكم من المشاكل الكبيره التي كانت تستهدف نسيج هذا المجتمع فوقف له العلماء على المنابر في المساجد، يقومون بواجب البيان وتسديد التبليغ، التسديد الحقيقي. القضية اللي من الحبة كما يقولون المغاربة، من الحبة داروا قبة، من الحبة داروا قبة، شي حاجة كتكون عصغيرة فإن في ذلك تحويل الخطيب إلى مجرد قارئ، وقد تحدثت في فيديو سابق عن هذا الأمر، وأن الخطيب ينبغي أن يعالج المشاكل التي يعاني منها حيه أو مدينته أو قريته، فلا ينبغي أن يتحدث عن أمر غير موجود، ولا ينبغي أن تكون الخطبة بلغة الخشب من السماء للسماء. خوتي المغاربة مرحبا بكم. سلطات أسفي اعتقلت مراسل صحفي، وتارنا بزاف الطريقة ديال الاعتقال أمام الملأ، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف كيوقف واحد الخطيب ديال الجمعه، واللي تارنا هو واحد شريط فيديو كيفاش كيهضر الخطيب الجمعه والمعطيات اللي قالها. جوج نقاط غنوقف عندهم، ولكن قبل ما خليوني نوقف عند هاد القضيه اللي من الحبه كما يقولوا المغاربه، من الحبه داروا قبه، من الحبه داروا قبه، شي حاجه كتكون عصغيره. تصوير انا وبن كيران عادي، الاستاذ عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العداله والتنميه والرئيس الحكومه المغربيه الاسبق، عادي يا اخوتي المغاربه، عادي جدا جدا. اولا كنشكر الاف الناس اللي شفتهم تفاعلوا، لا في الواتساب ولا في الفيسبوك، شفت داك الشيء، كاين بزاف الناس اللي عجبهم اللقاء ديالنا انا والاستاذ عبد الاله بن كيران. واحد القله ما عرفتش مالهم، وعباد الله لا تلاقيت الاستاذ عبد الاله بن كيران في كل مشكل، حيت كنت كننتقدو وحيت هو انتقدني قال عليا وقلت عليه ما نتلاقاوش. ودابا بغيت غير نفهم، دابا حنا المغاربه حنا كيضلوا الجزائر يقولوا علينا اللي قاسوا الملك، وقاسوا الملك تيقول المد اليد. النظام الجزائري على ما سمعت مؤخرا عزى جلاله الملك في الوليده ديالو، علاش ما كاين؟ والناس كانوا قاده البوليزاريو قتلوا المغاربه، قتلوهم ودخلناهم هنا واستضفناهم، واليوم حنايا الى جو غدا البوليزاريو دابا لهداهم الله، دابا هاد البوليزاريو هاد ابراهيم غالي دابا لهداه الله وبغى يرجع للبلاد، شنو نقولوا له؟ نقولوا البارحه كنتي غادي انفصال، دابا حنا راه مقاطعين، ودابا راه ابراهيم غالي بغى غدا يرجع لجادة الصوب ويرجع لبلاده، شنو نقولوا له؟ فين كاين علاش عندنا هاد الثقافه؟ علاش عندنا الثقافه ديال عرفتي معي او ضد القطيعه؟ منين جاتنا؟ انا دابا السؤال المهم، هاد النوع من البشر واش نقص الثقافه الحقوقيه؟ واش نقص الثقافه الوطن؟ واش ما كاينش؟ واش مشكل في الاسره؟ واش في التعليم؟ واش في التربيه؟ علاش البشر صافي انا معاه ابدا الابدين؟ لا تلاقاك، لا انا صحافي يا خوتي. كاين واحد النوع ديال البشر ما تلاقاش، واحد النوع كتوصل معاه العلاقه لواحد النيفو. استاذ بن كيران ولا الاستاذ الرميد ما وصلتش معاه العلاقه لهذا المستوى. الاستاذ الرميد هادي شي 15 يوم تقريبا قبل ما يدير الحوار ديالو مع الزميل يونس مسكين، قبل ما يديرو اتصلت به سي مصطفى بخير، قبل سي مصطفى كتعرفوا كان عندي معاه دعوه امام المحكمه، كان دعاني وكتبت عليه، فوجئت وانا باتصال قال لي تكون معايا، قلت له لا عرفتي شكون عتقطع عليا، قال لي وتنعرف بعدا شكون، قال لي غير قول لي على حساب، كيضحك بطريقته، قلت
قلت له معاك المهداوي، قال لي اهلا عماره البلاد. وبقينا كنضحكوا انا والسي مصطفى وناقشنا وكان شيئا لم يكن. ومنين جرى الحوار مع الزميل يونس مسكين اتصلت به، قلت له السي مصطفى، قلت له كنحييك على الحوار، كنت موافقت ولكن راه ما كنتفقش معك بعدد من النقاط. قال لي مزيان ما كاين مشكل وكذا. وقلت له الاستاذ بن كيران البارح، لان الاستاذ الرميد هضرنا عليه واحد والله ما عرفتش نقدر نقول لكم اقل من دقيقه صافي فط، ما كانش موضوعنا كاع الاستاذ. قلت له قلت له السي بن كيران، قلت له السي الرميد الحوار ديالو راه عجبني، قلت له ولكن واخا تحفظت له قلت له على بعض الحوايج متفقش صافي. ودزنا وكان نقاش مع الاستاذ بن كيران نقاش اخوي، لانه كان مرتب نتلاقاو شحال هذه، كانوا اخوه كيحاولوا يصلحوا بيناتنا، وكانت بعض المساعي منهم الاستاذ عبد العلي حميد الدين، وكان الاستاذ الازامي اللي كنشكروا على انه تاح لنا هذه الامكانيه. وجلسنا انا والسي كان معنا السي الاستاذ الازامي، وكان نقاش ما هضرنا في سوء بحد، ما هضرنا بشي طريقه في شي، لا في حد ولا في جهه ولا والو، كل نقدر نقول لكم النقاش داز غضحك غضحك. هو دوز الاعتقال عاودني شويه وانا كنعاودوا الاعتقال والضحك، وكان واحد الكرم واحد الضيافه بحال اي اسره مغربيه. واللي فاجئني وهادي نقولها، حفادو ثلاثه كيفاش دخلوا عندي، كيفاش كيعرفوني، كيفاش تعناق بيناتنا حفادو. فلقيت راسي انا في قلب الاسره ديال بن كيران كما في عدد من الاسر المغربيه. اذا البشر مالكم، فين كاين المشكل؟ وقال لي السي بن كيران ثلاثه الحوايج اللي غنقولهم، كاين حوايج اخرى لا داعي ما كاينش، ثلاثه الافكار اللي نقدر نقولهم دابا. الاولى قال لي شوف، قال لي هضر عليا كما تشاء، قال لي انت راه كتقول واحد الهضره كتقول غدا ننتقد بن كيران، قال لي غير تحرى، قال لي كثير من الاشياء قلتي عليا سابقا لا علاقه لها بالحقيقه، قال لي واجي الوقت، قال لي يجي الوقت اللي نهضروا فيهم انا وياك وكذا. هذه وحده قالها لي. قال لي واحد الفكره اخرى مزيانه، قال لي شوف، قال لي بغيتي تكون مزيان، قال لي وانت قال لي غادي مزيان. وهذه كان قبل منه نصيحه كراجل كشي واحد اللي هو رئيس حكومه اسبق عنده تجربه وامين عام للحزب السياسي وفايت كتب التجربه، راه كيقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله نستافد منه. قال لي خذ مني هذه المعلومه، قال لي غير نصيحه، قال لي الشيء الاخر كله ما، قال لي قلت له شنو هو الاستاذ بن كيران؟ قال لي انت، قال لي الطريقه اللي كدافع بها على المؤسسات الدستوريه قال لي رائعه جدا. قال لي عندك اذا خوك شي واحد ولا تاثر فيك قال لي شي تحرشات ولا شي وحدين قال لي ولا هضره خاوي، قال لي روجوا عليك الهضره فلان، قال لي هذه الاوصاف وهذا، قال لي لا قيمه لها، قال لي قوتك تبقى متشبت في المؤسسات الدستوريه، قال لي دافع على البلاد الطريقه اللي كدافع وخليك مع الوطن ديالك، قال لي ومع الملكيه، قال لي كيعجبني طريقتك دفاعك على المؤسسه، قال لي تاكد، قال لي عمرها تقيسك شي حاجه، قال لي خليك في هذا الاتجاه. واستحسنت هاد النصيحه كما عدد من الافكار الاخرى. اذا كان نقاش اخوي، نقاش مزيان، نقاش عادي. وكما قال السي بن كيران، قال لي غدا عاد انتقدني، وانا كنقول السي بن كيران دابا من هنا غدا ننتقد السي بن كيران، وغدا غنتقد السي الرميد، وغدا غنتقد السي بن عبد الله اللي كان معايا هنا، وغدا غنتقد عايز غالي، وغدا غنتقد، وغدا غنتقد راسي. واش ما كتجيش شي مرات نقول لكم المغاربه غلطت في هذه؟ عادي الكمال الله عز وجل. واش تلاقينا علتم واحد الثقافه تلاقينا ام تما ان، وانا غدا ننتقد الاستاذ بن كيران، غير ننتقدوا في اطار الصواب وبالادب ونتحرى وما نظلموش لفائده مصلحه البلاد، راه الانسان كامل كيحتاج للتقويم. اذا عمر الاخوات والاخوه اللي كيسول على سبب اللقاء، كاننا غنتلاقاو انا والسي بن كيران شحال هذه وفقط جابتها دابا يعني الفرصه، كنشكروا مزيان بهذه المناسبه على حسن الضيافه، كان واحد الضيافه رائعه جدا، قضينا واحد ما عرفتش شحال شي جوج سوايع ولا ثلاثه، كانت جلسه ممتعه جدا، فيها النصائح، فيها يعني حويجات، فيها بعض الملاحظات، فيها بعض كذا عادي كما الله عز وجل. كنشكروا بزاف، كنشكر الاستاذ الازامي، وكنشكر كذلك الاسره الكريمه ديال الاستاذ عبد الاله بن كيران، يعني لا الحفاد اللي جاوا عندنا ولا الجميع اللي كل من قدم لنا شي حاجه داخل ذلك المنزل المحترم. فحي الله الاستاذ عبد الاله بن كيران. وانا راه ما عندي مشكل لا مع بن كيران ولا مع الاستاذ الرميد، راه قلتها للسي بن كيران كما قلت، راه قلتها له، قلت له راه هضرت انا والسي الرميد، قلت له السي الرميد، قلت له الاستاذ بن كيران، قلت له راه حييتو على ذاك الحوار، قلت له راه كنتي موفق السي الرميد، قلت له ولكن عندي بعض الحويجات، قال لي عادي، قلتها مع يعني حنا ما عندنا ادنى مشكل مع الجميع على هذا الصعيد. نمشي دابا للموضوع ديال الاعتقال ديال الصحفي اولا ديال المراسل الصحفي. انا اللي تارني في هذا الفيديو هو هذا المشهد ديال المينوط، شوفوا هذا المشهد هذا، شوف وكيبو وصل كانت بعشرة دراهم وعباد الله، واش نتوما كتعرفوا تسولوا، واش كتسناو بالطبل الصغير اللي شادا
واش اصاحبي الحولي الاسبانيول يجي عندكم حتى البلاد؟ شغل ما سولوا اصاحبي واريج الصحابه ما كنتش ديتو عليا وخليتو له مزيان. انا راني نصورك الله يحفظك اصدقيني خليني انا ماشي معاك. هذا اللي ضربني دابا غنمشي وحده بوحده. دابا انا سمعت بان هذا السيد يعني بات المعطيات اللي عندي على انه داوه الشرطه ومنين داوه بات في شي سبيطار لانه مريض ولا وقعت له شي حاجه واليوم عاد طلقوه. والمعطيات الاوليه اللي كاين هو انه تابعوه بالسكر وتابعوه باثاره الفوضى وبانتحار صفه. دابا غير بعض الملاحظات، هو تيقول هذا ضربني، هاد السيد تيتهم، واش داك الشخص حتى هو اقتدى معه؟ واش سمعوا له ولا لا؟ هذه الملاحظه الاولى. هذا وزير ديالي منتدى في حكومتي صوتنا عليه انت مالك؟ انا بغيت نسولو على كرموس على شو. ملاحظه ثانيه وانا كنسولو فقط، دابا ملي كترجع مثلا المرسوم الملكي ديال السكر العلني وتحديدا الماده الاولى تيهضر على السكر البين لكي تقع يعني الجزاء ولا العقاب خاص ضروري مو معنى السكر البين اما جحود العينين اما التلعثم في الكلام اما وحتى واحد العمليه كتعمل كيقول لك مثلا ملي كيكون السكر السيد مثلا عنده جحود العينين والتلعثم اش كدير الضابط خاصه تديك حتى يصحو حتى يفيق يعني حتى يستعيد وعيه. دابا هذا واش كاين السكر البين؟ انا كصحفي كنشوف السكر البين خصي التلعثم في الكلام تيهضر عادي، جحود العينين عادي، على مستوى ما مشاش مثلا قال تيسول على الخروف الاسباني، كيسول على الخضره، كيهضر بمنتهى الوعي. ولا ب 100 درهم 10 درهم والله يحفظكم ومشاهد وانت والحاج على راسي. لا 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 بغيت نسولو جا عندي البنت. عندك يونس شنو عندنا الكاميرا اصاحبي مالك؟ اشنو؟ ترى ما غاديش فيا مادة لا غنجيو الاسي ونديرو هكا. هذا راه ماشي الكناز ماشي مع الزلاحة، هذا راه اسي، هذا راه حاضرة محيطة، راه فلاح صغير وانت كتبتلو كيعاني. انا غنتعتقل الشباب البوليس غيعتقلني. والغريب قال انا غنتعتقل وتعتقل، يعني هذا واعي يعني فهم يعني قال غنتعتقل واعتقل. هكذا تمارس حريه الصحافه؟ يجب ان نسولو. انا هذا هو المشهد اللي تاني مع احترامي للاخوه السلطات. انا ما عرفتش دابا البوليس دخل هنا واش في اطار عادي؟ واش في اطار التلبس؟ واش بتنسيق مع النيابه العامه؟ واش لحقاش دابا المينوط ملي كتعتقل الانسان قدام الصحفيين بالمينوط راه كتخلع الصحفيين كتخلع الناس اللي كاين تما. وملي كنعتقلوا الانسان كنديروا له المينوط والمينوط فيه جوج مستويات، المينوط ديال القدام ماشي هو اللور، هذا مينوط مداير اللور. غالبيه المينوط كيدار اللور لاخطر انواع المجرمين، لان ملي كتقيد من اللور يديك من اللور كتشل حركه الجسم اكثر، راه اللي كيكون هنا يقدر يدير هكا يقدر، بمعنى ما كيتمينط الانسان من اللور الا تيكون انسان غيضرب غيهرس غيدير شي حاجه. دابا هذا الشخص من خلال الفيديو اش كيقول؟ ما بداش الاعتراض، لان كنعتقلوا بالانسان بالمينوط تيكون واحد الانسان بعدا واحد الجنحه واضحه العقاب ديالها فيه الحبس. نفترضوا مثلا ديتك ولقيت مثلا عندك السب والقذف، فانت كتسب وكتقذف، ولكن السب والقذف ما كيقيدش الحريه فيش الحبس. وانا منين شديتك راه اعتقلتك. السكر نفترضوا كاع شارب، هل هو بين؟ لان السكر واخا تكون سكران لا جناح عليك من الناحيه القانونيه، حتى تكون حدا عباره بين. ما معنى بين؟ كتلعثم او لما تنجو حوض العين، هنا كتكون واحد العقوبه اعتقد كتوصل من 500 درهم، ولا حدثتي ضوضاء ولا كذا كتضاعف لك يعني العقوبه. دابا انا كنقول كصحفي ماشي قاضي، من خلال هذا المشهد كيبان السيد قال غنتعتقل كيهضر على الحولي كيهضر على كذا، ولكن هذا الاعتقال ملي كندير لك المينوط اما كتكون انت كتشكل خطر على راسك، واحد الانسان غينتحر وعرفتي اذا رخيتي له يده ولا كذا غيقتل، تقدر تمينطو بلا ما رجع، او يشكل خطر على الاخرين غيضرب، او لا ما بغاش يمتثل مثلا غيهرب ولا كذا. هذا ابدا امتثالا
كما كنشوفوا المشهد. هو قالها قال انا كنمتثل عادي. دابا تصور دابا هذا مراسل صحفي ولا متع، انا ما عرفتش وضعيته على حسب المعلومات اللي توصلت بها بانه عنده انتحال وصيفه. دابا كي غنديروا في ديك التصريحات اللي خرجت يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافه قال ماشي بالضروره بطاقه الصحافه في احدى، وهو كيناقش على خلفيه واحد السيد كان كيهضر عليه ما عندوش بطاقه. كاين صحفيين اللي عندهم صفه صحفي، كانوا صحفيين لمده سنوات، اما اقول عشرات السنين، احيانا ما كيطلبوش البطاقه. هل هذا ينفي عنهم صفه الصحفي؟ لا، ما يمكنش ينفيوا عليهم صفه الصحفي، لانه واحد السنه ما طلبهاش نساها ولا ما بغاش. هذا بالاشكال كي غندير، ها علاش المشكل دابا؟ واش الا عندك البطاقه صحفي ولو كاين ناس ما عندهمش بطائق الصحافه كي غنديروا معاهم؟ دابا هذا عنده يدير له انتحال صيفه، علاش انتحال صيفه؟ ما عندكش بطاقه. سولت عليه انا السيد قال لي كيمارس المهنه، قال لك كيمارس منذ سنوات معروف على انه كيمارس هذه الصحافه. واش كانت عنده بطاقه قبل؟ قال لك ما عرفناش، قال لك دابا ما عندوش. وها هو دابا لقيناه في انتحال صيفه، وكي غنديروا مع التبريرات اللي عطينا في حالات اخرى؟ دابا حنا كي غنديروا في هذه الوضعيه؟ واش البطاقه عندها علاقه بالبطاقه ولا عندها علاقه بالانتقادات ولا عندها علاقه بشنو هو الاساس ديال هاد؟ على اي اساس؟ ثم نقطه اخرى، دابا هذا الاعتقال كنرجع له لاهميته، واش كان ضروري زعما نعتقلوه بديك المينوط من اللور؟ وحنا عندنا محطات ديال كاس، دابا تصور يجيو مراسلين وصحفيين من العالم يشوفوا داك في كاس العالم، علاش مينوط من اللور؟ علاش غديروا المينوط يعني من الخلف بديك الطريقه وامام الملأ؟ ودابا الكاميرات كيصوروا، تصور واخا كانت كاميرا كتصور واخا الصحافه كتصور غادي بيه بميلوط من اللور. يعني سؤال، علاش وصلنا لهذا المستوى؟ واش كانش مشكل يجيو؟ كنعرف انا بزاف ديال البوليس في المغرب والسلطات وكذا كيدخلوا كيحكوا المشكل قداش وكيحلوا غابطه، تفضل الله يحفظك عزيزك، كاين البوليس عندهم هذه القدرات كنعرفهم انا بالالاف، وكاين اللي تلاقيناهم تيكون المشكل قداش وكيكارميك وكذا. هاد البوليس اسفي ولا هاد الضابطه ولا هاد شنو وقع؟ واش التعليمات جاتهم؟ ما عندناش معطيات. قالت لهم سيروا جيبوه. واش النيابه العامه في شي هاتف قالت لهم ديروا له المينوط من اللور؟ واش غا اجتهاد شخصي؟ واش كان بالضروره؟ طيب علاش دائما الاعتقالات وعلاش هاد؟ طيب هنا غنمشي لهذا الجانب ديال دائما في العلاقه بهذا الجو اللي ولا في هذه البلاد السعيده. هذه دابا ديال وزير الاوقاف السي احمد التوفيق. دابا شوفوا الفقيه حبسوه لخطبه الجمعه. سمعوا سمعوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خطباء ديالنا حفظكم الله ورعاكم المرشدين المقيمين الدينيين. ها هو اخوكم احمد اجندوس خطيب مسجد المنبر اللي خطب الخطبه ليوم الجمعه الفائته. قال لك سيدي يفصل لانه زج بالخطبه في حساسيه ضيقه. دابا هذا الفقيه كيتفصل لانه زج بالخطبه في حساسيه ضيقه. دابا ما عندكم حتى مسؤوليه انت السيد توفيق ولا علاش كون جاب هذا السيد؟ وعلاش في الاول عطيتوه يخطب؟ دابا المصيبه الا بغينا نتحاسبوا خاصكم تحاسبوا بجوج، شكون اللي عينوا؟ شكون اللي كلب؟ واش ما كانش تقصير على مستوى في الاول؟ دابا انت السيد توفيق كل مره تحبس واحد، علاش ما كديرش دراسه عليهم وتقارير وتعرفهم؟ فقيه حتى كتصدموا بوليداتو مسكين بواقصير بحال هاد، كاين اللي مشى كاع للحبس جا عندك لهنا مع سميتو مسكين داك ديال قول ميم. دابا كنعاود هذا السؤال، واش المسؤوليه ذاتيه ولا فيها واش انت السيد توفيق ولا وزارتك؟ ما نقولش المسؤولين اللي معاك، واش ما عندهمش مسؤوليه في هاد الشيء؟ هاد السيد علاش في الاول سندتوا له؟ علاش كلفتوه بهاد المهمه؟ واش ما كانش تقصير؟ واش كاينش مسؤوليه تقصيريه في هاد الجانب هذا؟ هذا هو ما عرفناش، انا الخطوه ديالي راه مسجله عند الناس وراها موجوده في المواقع. الا كانت الخطبه ديالي انا زجيت بالخطبه في مسائل ضيقه، انا موجود نجاوب عليها. شنو هي هذه المسائل الضيقه؟ بغينا غنستافدوا، وخاص فقيه اخر عاوتاني يعرفها باش ما يطيحش فيها. دابا هو براسو قال لك قولها لي شنو هي؟ ابسط حق من حقوق المحاكمه العادله هو كنقول الانسان ها شنو درتي؟ والتهمه خاصها تكون واضحه باش كيستافد المتهم. ابسط شروط محاكمه عادله هو انك المتهم كتقول له كتواجه بفعله. الا كان ما هو الزجري راه كتواجه بفعله الجنائي، ها شنو درتي؟ كان كيتعلق بما هو اداري كتواجه بمخالفته الاداريه وكتقول له ها اش درتي؟ علاش؟ باش يستافد. جوج حتى الناس الاخرين يستافدوا.
دابا زج بالخطبه في حساسيه عامه، شنو هي؟ شنو هي؟ واجهوا بها. هاد الناس عندهم بجره قلم يفصل الخطيب، مع العلم انني ماشي هما اللي عملوني، ماشي هاد المندوبيه اللي عملتني انا في المنبر. في جمعة شرط المنبر الخطيب انا شرطوني الجماعه. وعلى العلم ان اللي كان تقاضاه من عند هذه المندوبيه 400 درهم. واش هذه اجره الخطيب؟ اجره الفقيه؟ اجره الخطيب؟ دابا هذا الفقيه كيتخلص 400 درهم من عند الوزاره. 400 درهم شحال هي المغرب؟ 8000 ريال. هي 400 درهم. 400 درهم 400 درهم شنو تجيب لك دابا في هذا الوقت؟ 400 درهم شنو تجيب لك دابا؟ شنو تقدر تصور 400 درهم؟ اولا ما تكريلكش، ما تشيلك حولي، شوف ما تشيلك عيد، ما تشيلك حولي، ما تخلص بها مدرسه. عطيني شي مدرسه كتقري ب 400 درهم دابا. لا كان شي واحد ولدو، اذا ما يقريش ولدو هذا المغرب هذا الفقيه واحد، ما عشتيش الحولي جوج، ما يكريش ثلاثه، خصو يخطب وغيجي عند المسلمين وغيهضر لنا على الاسلام وغيأطرنا، وهو ما ساكنش مزيان ما مقاريش ولادو مزيان. تصور 400 درهم، كيفاش الوزاره كتسمح لنفسها تعطي لبنان 400 درهم؟ الاسلام دين الدوله، الاسلام هو دين الدوله في الفصل الثالث من الدستور. الدين ديال المملكه المغربيه، الدين ديالها هو الاسلام الدوله دستوريا. شعار المملكه المغربيه ما كيبداش بالملك وما كيبداش بالوطن، كيبدا بالله. الله، الوطن، الملك. يعني ملي كنقولوا الله يعني مجال الاسلام عنده واحد، ولكن الله وفي الاخر الامام الجمعه تعطيه 400 درهم. يعني الفقيه ما تعطيهش حتى باش يعيش حياه كريمه، رجل الدين، وتخليهم ساكن يمشيو يكملوا بالموتى، تسناو شي واحد يولد، تسنى شي واحد كذا، ولا جا خطب لك ولا قال شي فكره كتقول له زجيت بكذا، ما كدير له الراق وعاديك 400 درهم بعدا راك راه تخليه ما حتى من الاخطاء اللي كترتبط بوزاره الاوقاف. واعطيهم اجور زوينه، حتى من يخاف على الصالير بعدا يبقى يهضر ويخاف. تعطيه 400 درهم راه يقول اي حاجه، شري 400 هو باغي عيد دابز، باغي. من جمله الاصلاحات اللي كدير ديما حسن الوضعيه الماديه ديال الانسان. تعطيه 4 دريال وباغي تدابزو مع الله، 4 دريال وباغي تعيبو مع الله بمنطقه هو. عطيه بعدا شي فلوس بعدا تا لا، عطيه 400 درهم في الشهر، اعطيه 400 درهم في الشهر وش يقول له. والعداء هو الفقيكا يشوف لك موازين وكيسمع شحال تخلصت هذه المغنيه، جد المليار هذه دخلت ب 4 المليار، هذه ب 500 مليون، ذاك السي محمد ما عرف سميتو كاع الفنان رمضان كذا. تجي الشعار المملكه الله الوطن الملك. الله كما كنت كنحشم كنت غندخل في واحد النقاش على القضيه ديال الله الوطن الملك، ولكن ربما يجي الوقت ليها. تاع مع بعض كيبقى يبان لك شي حوايج، واش الله، واش الله يعني فكره ولا الله بالصح؟ راه الله راه عنده تعاليم وعنده كذا. دابا فقيه 400 درهم جالس كيهضر بهذه الطريقه، ما حتى تفصلوا بجره قلم هاد المندوبين وهاد الناس زعما ما شاء الله عليهم. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، والله يحصل لي الشرف انني وقفت وقفة خطيب حر طليق، ولست عبدا لاحد، وان كان كيف ما كان حاله فانما وقفت لله رب العالمين، وغدا يوم القيامة ساقف بين يدي الله عز وجل انا والمندوب وكل من فصلني، غدا يوم القيامة نقف بين يدي رب العزة ونقول له يا ربي هذا الذي منعني ان ابلغ دينك، هذا الذي منعني أن أخطب وأن أبين للناس وللمسلمين شريعتهم ودينهم. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فليشهد التاريخ وتشهد أنتم. علاش كلشي كنجاوبوا عليه غنيتي الحبس، حضرتي الندوة علمية استفسارات 103 القضاة، قلتي رأي تشطيب كذا، علاش هذا الجو زعما؟ ما عرفتش، ما كاينش، علاش ما كاينش واحد القدر ديال التسامح زعما؟ علاش كاين هذا التوجه في البلاد؟ علاش؟ تبع هذا ما كانش ممكن يعيط له السي التوفيق حتى الوزاره اجا. قلتي واحد الخطبه
مثلا شوف ولدي الله يرضي عليك، هاد البلاد راه كي دايره، راه يقدر يكون التوفيق عنده الحق، يقدر تقدر تلقى دابا ممكن، انا ماشي تما المشكله، ولكن الصيغه ديال كيشطب عليك ما هو السيد المعني بالقرار ما فهمتوش شنو درت، ما فهمش، غيبقى هكا عايش شنو قال؟ انا براسي دابا صحفي ما عرفتش شنو قال. كيما دابا هذاك ديال اسفي داك المراسل الصحفي، راه يقدر يكون السلطه عندها الحق، وفين هو التواصل؟ عقلوا هذه المعلومه، مفروض واحد السيد تعتقل صحفي بالمينوط، راه حدث فزع الوسط المغارب، انا من النوع اللي تفزعت، ويلي مينوط قدام الناس، ما ولفناش المغرب بهذا المشهد، ضرب المينوط المراسل، ولكن تصور لو السلطات دارت بلاغ بخصوص دابا ما كاينش بلاغ، ومني ما كديرش البلاغات كتخلي الناس فريسه للاشاعات. شنو هو دور التواصل؟ هو انه كيسد الباب على الاشاعه، كتواصل كتعرف شنو كاين، كتفهم شنو دابا حنا ما ها هو دابا قال له حساسيه، ولا تواصلوا كيكون التواصل عاوتاني ناقص، حساسيه عامه ازج شنو هي الحساسيه العامه؟ السؤال الاول انت راك مسؤولين، انت اللي اثرتي خصني نحاسبك، شكون اللي عينه؟ تحاسب معك في التعيين اذا كانت السيد معه ولا كانت حساسيه عامه، واش وعيط له، علاش ما عندناش الثقافه ديال التدرج في ولا الثقافه ديال باغ؟ انا باقي كنتذكر كيضرني راسي، نقول لكم المغاربه بصح 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 راسي كيضرني، تعزل القاضي لانه عنده خلاف مع رئيسه او لانه عبر على اراء، تصور هادي انا نقدر كل شيء ننساه في المملكه المغربيه اللي داز الا هادي، ما يمكنلكش تعزل القاضي لانه عنده خلاف مع، عاد يعزل القاضي خصو يكون شوفار، انا عندي القاضي يتعزل يكون شوفار، يكون زور، يكون شد الفلوس، يكون القاضي مثلا عادي بحال هكا شي ما يتعلق، لانه ما تفهمش مع رئيسه، يقدر يتفاهم مع رئيس اخر، نبدلوا له البلايص، عبر على اراء، نقدروا نجيو نقولوا شوف الله يجازيك بخير، طبيعه المرحله وراه انتم قضاء راه جسم حساس بزاف وعندكم مكانه، والقاضي راه خصكم تفهموا راه ينوب عن الامام، والامام مكانته، نقدر نعطيه فرصه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، تصور بعض المره قاضي كنلقاه ماشي شفار ماشي رشاوي ماشي مزور، حكم ثقف غزال زوين، ربما تقاضي كيامن بشي حوايج، كيامن بالدستور، كيامن كذا، طبيعه السن، حتى السن كيلعب دور القاضي ديال 30 عام، شو القاضي ديال 50 عام؟ علاش ما عندناش ثقافه ديال وليداتنا الحق؟ كنجي القاضي ندير معاد نكونوا نصرف عليه المال العام ديال المغاربه ونكونوا، واحد النهار طاح في شي وكيل ملك ولا شي وكيل عام، فهم شويه ما نقولوش بقراق. هذا نوع من الخوف، كتقول يا كاينش الامان، هادشي الطاقه. سير في عندي شي مع رانا قاضي عندي ثقافه قام في عندي راه عندي عقل راه عندي تجربه عندي اسرار عندي فين عندي هادشي خرج سير بدل الحرفه راه خصو مواكبه عباد الله القضاة اللي كيبقى لهم بحال هذا النوع من راه قاضي راه ماشي اي انسان عادي قاضي راه عنده اسرار الوكيل العام عنده اسرار الرئيس الاول محكمه الاستئناف عنده ثقافه قانونيه عنده ما تحولوش الى خص المقاربه خص الانصاف يقدر يغلط القاضي يقدر يكونش موفق يقدر يكون كيما الخطيب الجمعه كيما المراسل علاش ما عندناش هاد الخلايا دي علاش مابقاش عندنا كان عندنا في المغرب واحد الوقت كانوا عندنا واعرين يا في المغرب علاش المغرب كانوا واعرين كتكون الازمه كتسخط يقدر يجيك شي قايد حتى كيدير لها والناس ما واكله ما شاربه كلشي فرحان وبنادم كتلقاه مشات له بلادو ناشط كطيح في شي رجل سلطه ولا في شي دابا ولا هاد الثقافه ديال كنحس انا والله اعلم بحال كل واحد ما قادرش يجتهد بقاش السيركوي باق العزل تشطيب الوقف انهاء المهمه اعتقال توقيف استدعاء واش هاد الفقيه دابا تعطيه 400 درهم عباد الله والله الا خاطنا نظرنا بالله العلي العظيم 400 درهم حامل لكتاب الله حامل القران الاسلام دين الدوله شعار المملكه الله الوطن الملك الله هو الاول تعطيه 400 درهم تعطيه 400 درهم 400 درهم ويخطب وعندي واحد الملاحظه دابا على دابا بيناتنا المغاربه شحال ديال الخطاب الجمعه في التاريخ شحال ديال الجوامع عامرين لاحظوا هذه الملاحظه الجوامع عامرين الجمعه شحال الخطاب علاش الخطاب ما كتاثرش فينا كيستمر الكذب في البلاد وكيستمر الانانيه وكيستمر النفاق وكيستمر التزوير ماشي كلشي ولكن علاش ديك الخطاب ما كت علاش هادشي اللي بغيت السيد التوفيق يفهم راه القرار ديال التوقيف خطر من الخطبه وهو هضر كاع قال اللي بغى وسط الخطبة والناس كيخطبوا كيتصنتوا 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 كيخرجوا بعضهم ولا كثيرهم شي كيمشي ياخذ عقد زياد كيعطي رشوه شي كيشوف الكذوب وما كيناقش شي كيشوف المنكر وساكت ها هو جوا معامرين وحنا كنشوفوا عدد من المناكر وكنتعايشوا مع السؤال لماذا خطب الجمعه ما كتاثر في سلوكنا اليومي
سؤال عرفتوا علاش؟ لان غير الموعظه بوحدها الا ما قرست ما درستيش الطبيعه البشريه. قرا واحد الكتاب سميتو وعاد السلاطين، علي وردي الا ما خانتنيش الذاكره، علي وردي وعاد السلاطين، كينتقد هاد الكاتب، تيقول لك الرهان على الموعظه بوحدها لا يكفي، قال لك خاصنا نمشيو نشوفوا الطبيعه البشريه. يقول لك الا بغيتي تسيطر على الطبيعه كما كيقول واحد الفيلسوف، خاصك تسيطر، الا بغيتي تسيطر على الطبيعه خاصك تفهمها، والانسان جزء من الطبيعه خاصك تفهمه. بغيتي تعرف الانسان السول، الانسان علاش كيسرق؟ ماشي تقول له ما تسرقش الموعظه، ما تسرقش، راه السرقه لا سرقتي عاد في جهنم، واخا تبقى تقول حتى تعيا الا كان عنده موجب السرقه، ما لقى ما ياكل، راه ما يمكنش. الموعظه كتعاون غير شويه، خاصك تقرا على الاسباب. حنا دابا الخطب الجمعه فيها الموعظه الموعظه كيتصنتوا الناس وكيتخشعوا غير كيخرجوا. واحيانا كتلقى الوعاظ كيديروا الفعايل، احيانا علاش؟ لان الطبيعه، لان المشكل ديال الناس هاد الوعاظ ما قدرناش نفهموا طبيعة البشر. البشر بطبعه عنده الداخل الأنانية وعنده الحسد وعنده تيبغي راسه وكيبغي كذا، كاينه طبيعة بشرية. هذيك الطبيعة البشرية خصنا نعرفوها وخصنا نفهموها ونحلوها وندرسوها عاد نمشيو. حنا دابا كتجي غير هكا وسط خطبة الجمعة، عرفتي كون كان ديك خطبة الجمعة ها الجوا معامرين وفي أيام التراويح ورمضان، ولكن كنستمروا عايشين كل اللي بغيتي، كاينة السرقة، كاين الكذوب، كاين التزوير، كاين الاغتصاب، كاين واش ما كاينش هادشي الجرائم، كاين الحانات، كاين كلشي مستمر. فخطبه الجمعه مهمه والموعظه مهمه، الجمعه والتراويح والموعظه ولها دور، ولكن بوحدها لا يكفي. هي اللي ما فهمناش الاسباب داك السلوك، علاش خصنا نعرفوا واش طبيعه بشريه واش طبيعه بشريه. باش ندخل معكم في عدد من الدراسات، لهذا كنقول السي احمد التوفيق هذا القرار ديال التشطيب ها هو خلق اثار كثار من ديك الخطبه، كنتي تعيط له ولا تلقى شي حل ولا كذا ويدوز داك الشيء، ها هو قرار ديال التشطيب حيت كيستنفر وكيولي النقاش وكيولي ما هي وما لونها. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء. هادو شي جمعيه هادي اللي جات، هادي عيالات.